مساء الجمال عليكم متابعين كلمتين مع شيماء، اهلا بيكم. دايما تكونوا يا رب معايا كده ومنوريني ومشرفيني وعلى راسي حبايب قلبي كلكم. والله النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، وزي ما احنا متعودين بنخش في الموضوع على طول بدون مقدمات. زوجي معمول له عمل، الراجل داخل مكشر وطالع مكشر، بيزعق عمال على بطال، مش طايقني، شايفني في عينه قرد، طب اعمل ايه؟ بصي بقى، في عمل، في حاجه اسمها اعمال، وفعلا معمول له عمل، وفعلا اخت جوزي الجهنميه وسلفتي المفتريه اتفقوا مع بعض وراحوا عملوا له عمل وخدوا حاجه من قطر، والكلام ده كله شفتوا بقى، انتوا هتستغربوا من الكلام اللي انا هقوله. ايوه فيه، وفي ناس اشرار فعلا بياخدوا حاجات من حاجتكم من غير ما انتوا تعرفوا، وبيروحوا يودوها عند ناس، يكفينا شر البلاوي بقى يا رب كده، ناس سحره وبيعملوا لكم اعمال ويدفنوها في المقابر ويسبوها ومش عارفه ايه. وفي ناس اللي هم المغسلين بتوع الاموات، ناس يعني ربنا فعلا يكفينا شرهم، وممكن ياخد العمل ويحطه في الميت والميت يخش بعد كده التربة. طيب ماشي، اعمل ايه؟ اوعي بقى ابوس ايديكي تبقي شاكه ان جوزك معمول له عمل، تروحي عند الراجل بتاع فراكوش ابن برتكوش وتقولي له جوزي معمول له عمل، ويقول لك هاتي لي حته من قطره وهاتي لي رجل نمله وجناح سحليه ورجل فيل والكلام ده كله. ابوس ايديكي، احنا ناس مؤمنين بالله، مؤمنين ان في سحر، مؤمنين ان في حسد. في ناس من الناس دول بيبقوا مخويين جن، وبيبتدي يعمل أعمال للناس، وبيبتدي فعلا يعمل حاجات مش كويسة فيهم. أي نعم، كل حاجة بأمر الله، بس ربنا بيجعل لكل شيء سبب. في الحاجات دي بس مش الحل إن أنا أصلح غلط بغلط، يعني الله يصلح الحال يا رب ويهدي الجميع. يعني أنا واحدة قريبتي عايزة أقول لكم، وشكت إن هي معمول لها عمل وراحت لواحد ساحر وقال لها أيوة أنت معمول لك عمل، وواحدة من قريبتكم عاملة لكم عمل وهتروحي البيت وتعملي كذا، وقعد يعمل عليهم حاجات وتقول لي وشفت الستارة تولع والشيطان داخل. الشيطان مين اللي الستارة بتولع؟ وده بيبقى بديكي حباية هلوسة بس، كنت شوفي ده تهيؤات، يعني ارحمي نفسك الله يبارك لك. معمول لك عمل، طيب انا معمول لي دلوقتي عمل وجوزي مقلوب عليا قلبة سودة وعايشة في غم وهم، وجوزي دوت شرير وشر الدنيا فيه، اعمل ايه؟ سورة البقرة، معرفش غيرها ومعرفش اقولك تعملي ايه غير كده، وما تلجئيش لاي حاجة تانية غير كده. عليكي بسورة البقرة، هتشغليها 10 ايام ورا بعض، كل يوم سورة البقرة. هتقدري تقرأيها؟ اقرأيها، هتاخد منك 3 ساعات، من 2 لـ3 ساعات على حسب قرايتك. كل يوم بالليل قبل ما تنامي امسكي المصحف، بتقعدي على التليفون بتاع 16 ساعة. افتكر لو انت عندك مشاكل الدنيا والاخرة ونفسك تعالجيها، مش هتخسري حاجة لو قعدتي بقى على سورة البقرة من 2 لـ3 ساعات تقرأيها. تمام، كل يوم لازم اقراها قبل ما انام، كل يوم لمده 10 ايام متواصله ورا بعض. طيب انا مش قادره اقراها ومش وهتعب وكده، هتشغليها على التليفون جنبك او في راديو او في كاسيت وهتحطيه جنبك وتفضلي تسمعيها بالليل لحد ما تروحي في النوم. لو عندك اللي هو الهيدفون السماعات دي، حطي السماعات في ودانك ووصليها بالراديو او باي حاجه او بالتليفون، وتني الصوت في ودانك انت عشان تبقي سامعاه قوي، فاهمه ازاي؟ لو جوزك حاسه انه محسود وكده، تشغلي سوره البقره على الموبايل جنبه 10 ايام متواصله كل يوم. طيب دي اول حاجه نعملها. تاني حاجه، ايه ده يا حبيبتي، فين الدعاء بقى؟ فين الدعاء اللي بيغير القدر وبيمحي كل حاجه وحشه في الدنيا؟ طبعا هتقولي كل يوم قبل ما تنامي قل هو الله احد 3 مرات، قل اعوذ برب الفلق 3 مرات، قل اعوذ برب الناس 3 مرات، وتبتدي ان انت ابتسمي بقى. ابوس ايديكي، هنخش بقى على المرحله الثانيه. مش كل حاجه بقى ده الراجل الغم جه، ده الراجل اللي مش عارفه ايه. ابتدي بقى ابتسمي، ابتدي حاولي تغيري في حياتك. نظافه، اهتمي بالنظافه الى ابعد الحدود، لان مش هقول لك بقى سيبك من كلام الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه والكلام اللي مش في الدين ولا سمعت عنه ولا قريته بصراحه لا في سنه ولا في قران. خليكي في الايه، في الايمان. بيتي في ايمان ولا بيتي لا ساكنه الشياطين؟ في يكفينا شر بلاوي في بيت بيبقى كله ملايكه من كتر القران والصلاه والدعاء اللي فيه، والقران اللي ما بيتقفلش. انت لازم راديو في المطبخ، الراديو ده مشغل على اذاعه القران الكريم ما بيطفيش 24 ساعه وشغال كده، وعلى فكره ما بيسحبش كهرباء ما تقلقوش يا جماعه، 24 ساعه هتشغليه. هتقري المعوذتين وقول والله احد قبل ما تنامي، هتجيبي سوره البقره كل يوم 10 ايام ورا بعض متواصل، هتدعي اللهم سخر لي زوجي، اللهم سخر لي زوجي، اللهم سخر لي زوجي، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام.
طيب جوزك داخل وبيفتح الباب بالمفتاح، هتقولي ايه؟ هتقولي يا رب اعطيني خيره وخير دخلته عليا، وكفيني شره وشر دخلته عليا. الدعاء ده والله يا جماعه جميل جميل جميل. لو جوزك دوت داخل كده راكب شطان وداخل ناوي هيخش يولع فيكوا في البيت، بيفتح كده الباب او انت بيركن العربيه او عرفتي انه وصل، بس هتروح اللهم اعطيني خير وخير دخلته عليا وكفيني شره وشر دخلته عليا، وتدعي الدعاء ده كده من جوه من جوه، مش كلام بالبق يا جماعه ابوس ايديكم، لا من قلبك ادعي الدعاء من قلبك. فهماني ازاي؟ هتبتدي تلاقي جوزك ده داخل، اللي كان داخل مقلوب وكان داخل ناوي يخش يسود عيشتكم، ماشي، هتلاقيه داخل عادي وبيخش وبيمسي عليكم والكلام ده كله. فانا عايزاكي اللي حاسه ان معمول لها عمل، لو فضلتي طول حياتك عايشه راكبك الاحساس ان معمول لك عمل، حياتك دي عمرها ما هتتصلح. صدقيني كل مشكله هتحصل اصلا انا معمول لي عمل، كل مصيبه هتحصل اصلا انا معمول لي عمل، هتني حياتك وحشه بايدك انت، باحساسك الداخلي دايما جواك ان انت معمول لك عمل او محسوده او معمول لك سحر او الكلام ده كله. طيب كل ده اضيعه ازاي؟ بالقران، واغير حياتي على قد ما اقدر. لو بايدك تغيري الشقه اللي انت عايشه فيها والموضوع سهل، غيريها. في فعلا اماكن بتحسي انها وحشه على اصحابها، يعني سبحان الله كده، عايزه تغيري المكان غيريه، عايزه تحاولي تجددي تمسحي تنظفي زبالتك او القمامه، انا اسفه، كل يوم ما تبتش في بيتك بتطلعيها على باب الشقه كل يوم قبل ما تنامي، ما تسيبيهاش بيت، في لان ده مكان فيه يعني جراثيم والحاجات دي كلها اللي بتلم عليها الشياطين والحاجات دي. حمامك دايما يبقى نظيفه زي الفل، ما تعديش يوم ما تدعكيش في الحمام وتخليه زي الفل وتنظفيه طهري دايما. كل الحاجات اللي بتتجمع فيها الشياطين انت دايما بضمنه ان هي نظيفه وزي الفل، تمام. ودايما تقري قران، ودايما استغفري، ابتسمي في وش زوجك، عامليه احسن معامله، ما تقابليش الاساءه بالاساءه. دخل كشر في وشك عاملك وحش، اضحكي انت، دخل قال لك كلمه وحشه، قولي انت كلمه كويسه وكلمه طيبه، لحد والله العظيم بامر الله بامر الله هتلاقي جوزك دوت مفيش احسن من كده، وهتلاقيه باذن الله تحت طوعك العمر كله. دايما دايما اتمسكي بالدعاء وتمسكي بالقران، وان شاء الله هتلاقي حياتك كلها اتغيرت. واوعي تروحي لحد يفك عمل ولا يعمل اي حاجه من الحاجات دي، تمام. بتمنى كلمتين مع شيماء النهارده يكونوا عجبوكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه.